يتجدد اللقاء بكم في افتتاح فعاليات الدورة الثانية من فنجان الرحالة أو ما يسمى بأيام الرحالة المنظم من طرف جمعية الرحالة لبلد المشي بطنجة. هذه الأيام هذه تنظم بمناسبة الخروج الأول للرحالة في أول رحلة له بمصيدة رأسية من طنجة التي تصادف شهر اليوم من كل سنة. نجدد الشكر للإخوان والأخوات الصحفيات والصحفيين، شكر خاص للأصدقاء المخلصين ديال الجمعية، ربما نعتبركم أصدقاء وخصنا قبل ما نقول لكم راك صحفيين وصحفيات. السنة الماضية أكيد كنتم معنا، الحمد لله عرفت نجاح بالشهادة ديالكم والشهادة ديال عموم أصدقاء الجمعية. السنة الماضية اخترنا اسم الأيقونة ديالنا ابن بطوطة كما شعار الدورة الأولى ابن بطوطة منارتنا. الشعار الثاني كما قالت الأخت إنصاف نبحث عن الجديد عن الاجتهاد، حاولنا نبعدوا كليا عن الدورة الأولى لكن بقوم مرتبطين بالروح ديالنا. كيف كتشوفوا فحتى الشعار والرمز الصورة اللي اعتمدناها فحتى هي ما ربما فهي ما جراش، يعني كما قالت الأخت ديالنا إنصاف فهذه عاوتاني اجتهاد ديال الجمعيه، فعضو الجمعيه مع صديق الجمعيه تمخضت هذه الفكره ديال هذا المشاع اللي في عمل العدسه وكنبقاو محتفظين بالهويه ديال المنطقه ديالنا. كتلاحظوا حتى التواجد ديال الخضره ديال المنطقه ديالنا كانه واقف في المنطقه ديال القصار الصغير الداليه في الخلف ديالو جبال ديال اسبانيا، يعني عندك البحر عندك الجبال ديال الاندلس في الخلف ديالو ولكن يقف هنا في المغرب يقف بضواحي طنجة. الدورة الثانية التي تنظمها جمعية الرحالة لهوة المشي بطنجة تحت شعار الصورة حكايتنا تأتي بعد نجاح فعالية الدورة الأولى المنظمة في السنة الفارطة. الدورة الحالية تضم في برنامجها مجموعة من الفقرات، ندوات فكرية، ورشات في التصوير، حملات بيئية وصحية، خرجات مشي، وهنا أشير إلى خرجة لفائدة المكفوفين الذين سننظمها مع جمعية الشروق وهي خرجة مميزة وجدا إلى غير ذلك من المحاور. برنامج السنة الحالية يضم 14 فقرة من مختلف المجالات. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.